سطور طفرانيليه. كلمه طفرانيليه جايه من كلمه طفرانيل، عقار مضاد للاكتئاب. واحنا في الوسط الثقافي بنشوف ان الكتب عامه اي حاجه بتتقري دي بتبقى مضاده للاكتئاب، فاحنا حبينا بقى ان هي نقول ان السطور، اي سطور في اي كتاب في اي روايه كده بتاخدنا لعالم تاني، فهي مضاده للاكتئاب بتخرجنا منه. بدانا نعمل الاجتماعات بتاعتنا، معانا احنا الفريق، معانا كمان علي خفاجي، معانا صلاح جابر، معانا وائل السحلي وياسمين عبد الله. عملنا اكتر من اجتماع عشان نشوف الخطه بتاعتنا للبدايه هتبقى عامله ازاي عشان اول ايفنت، هو ده انا نشتغل عليها. اكتر صعوبات كانت بالنسبه لنا هي الصعوبات الماديه، ان المشروع كله تمويل ذاتي، مفيش اي سبونسر من بره ولا اي حاجه. لغايه ما عملنا بقى نظام الاسهم والحاجات دي كلنا شاركنا في المشروع لغايه ما وصلنا للحاجه اللي احنا عايزينها. الكتاب اللي حضروا والناس اللي كانت موجوده حبوا الموضوع والفكره بشكل كبير، شافوها الى حد ما مختلفه عن اي فكره موجوده دلوقتي. في بعض الكتاب قالوا ان هم حابين الفكره وهيكونوا موجودين بقدر الامكان في كل ايفنت هنعمله. المغني اللي كان معانا عماد عبد العزيز اتكلم ان هو هيكون موجود معانا في كل ايفنت برضو. فردود الافعال كلها كانت ايجابيه وبشكل كبير جدا. اغرب تعليق جالنا هتستفادوا ايه؟ وبعدين بعد ما تعملوا كده وعملتوا الايفنت الاول والناس جت وعملتوا ندوه وامسيه شعريه وغناء، طب وبعدين؟ احنا اغراضنا كتير، يعني اللي هي الندوات والمناقشات الاستعاره، وعرفنا ان هي من غير عائد مادي تماما، الموضوع غير ربحي بالمره. حتى الجانب اللي هيبقى فيه بيع فيه احنا هنعملها بشكل خصومات وحاجات كبيره جدا علشان خاطر الناس تقرا. احنا هدفنا ان يبقى عندنا جيل واعي مثقف بشكل كبير، زي زمان كده جيل نجيب محفوظ وعبد الرحمن جوده الصحار وكل الناس دي. الجديد ان احنا هنعمل زي ما اتكلمنا ندوات ومناقشات والكلام ده. الجديد فيه ان احنا في فقرات كمان هنعملها على الانترنت، زي ما قلنا احنا عندنا البيج بتاعتنا وبنجهز الجروب كمان في فقرات. اول فقره هنبدا فيها فقره ريفيو الكتاب، في فقره اللي هي دوده كتب، في فقرات تانية مختلفة كمان اتكلمنا هنعمل ندوة، يعني تقريبا هتبقى كل شهر على كتاب معين مش رواية كتاب. اي حد هيحضر معانا 3 ايفنتات متتالية ورا بعضها ده هيبقى ليه جايزة بشكل مختلف، لان هو حب الفكرة وكان موجود معانا. احنا حابين ندعم الناس بشكل كبير وان احنا نحفزها ان هي تكون موجودة والقراءة ترجع بشكل كبير تاني.